معنا شريف سيف احد ثوار التحرير وبنساله النهارده ايه اللي حصل مع احمد الشحات بالظبط. احمد الشحات هو في الاول والاخير من الشرقيه وشاب مكافح، انا اعرفه اساسا قبل موضوع العالم دون، هو لان انا برضو راجل في المعمار ونقاش، فكنت التقيت بيه في جمعيه شبان المسلمين اللي هي في شارع رمسيس اللي بتنضم تحت قياده احمد فضالي، فهو كان واخد شغل هناك لكن هو ملوش اي علاقه باي حد، ولما كان بينزل التحرير كان بينزل يطلع على العمود ويمسك العلم بصناره يخليه اعلى حاجه، وليه لقطات كتير قوي على اغاني لمنير والناس كتير في التحرير، هو ما كانش بيحضر في التحرير الا الجمعه. المهم هو انا شفته في البدايه خالص ساعه تغيير الورديتين بتوع الشيفت بتاع الضباط، رمى نفسه وراح جاي اتنين تلاتة شالوه، طلع صعد اول بلكونتين، الضباط والجنود شافوه ندهوا عليه، هو فضل يتسلق من على البلكونات، العمارتين لازقين في بعض، رمى نفسه كده شويه وكده شويه كده شويه، المهم طلع تلات اربع الادوار الاولانيين بخفه وبرشاقه متناهيه جدا لدرجه ما عرفوش يعملوا معاه حاجه، فبالتالي راحوا ساكتين وكبروا دماغه، قال لك هو هيقع بقى مش بتاع ده، جنون ايه اللي هيطلع على مؤاخذه من بلكونه لبلكونه، وزي ما انت شايف الارتفاع 22 دور. ف اللي ساعد احمد اول حاجه مهنته لانه راجل في المعمار، والتسلقات اللي زي دي بتبقى سهله برضو على اللي زي حالاتنا، فهو العماره دي البلكونه مثلا كده، العماره اللي جنبها البلكونه الثانيه في النص، كان بيدوس هنا ويطلع هنا ويرمي نفسه كده لحد ما صعد اللي هم العماره اللي هي جنب السفاره، وفي جنب منها سلم حديد طالع بقى اللي هي السفاره، فطلع عليه وصل جاب العلم الاسرائيلي، كان حاطط العلم المصري في ظهره وكان مكتوب عليه كمان اسمه او اسم حد مش فاكر او مش مركز، جاب العلم الاسرائيلي، لما نزل دورين اتنين افتكر ان هو لسه ما حطش العلم المصري، راح جاي طالع تاني وراح جاي معلق العلم المصري وراح نازل من على السلم، وبالتالي نزل دور واتنين على العماره اللي هي التانيه اللي هي القصيره اللي جنب السفاره، ففي واحده ست مصريه ام مصريه محترمه ست منقبه او لابسه خمار، قالوا له لا ده شرف كبير ان تخش شقتنا، راحوا مدخلينه جابوا له عصير وجابوا له شاي وقالوا له لا انت مش هتنزل تاني، انت باين عليك مرهق وتعبان والكلام ده، فراحوا منزلينه في الاسانسير. كان دورنا احنا من تحت، انا شريف سيف من ثوار التحرير ومسؤول في بعض الاماكن الامنيه ومسؤول او متطوع لله في حمايه وتامين بعض الشخصيات اللي كانوا من المية الأوائل مؤسسين للثورة، من ضمنهم دكتور محمد البلتاجي، دكتور صفوت حجازي، الشيخ زكريا عبد العزيز، الشيخ مظهر شاهين، الناس دي أنا بحبها، الشيخ شمس الزناتي طبعا حبيب قلبي وأخويا، نادر السيد، الناس دي كلها. فبصراحة ربنا دوري بدأ من تحت العمارة، لأن الولد لما نزل في الأسانسير الجيش خده، فدوري انا كان بادئ هنا، كنت انا ومعايا مجموعتي معروفين في ميدان التحرير ده، خدناه من ايد الجيش، طلعنا نلففه بقى هنا وبتاع، فالجيش طلع بصراحة ربنا برضو عنده حتة الانسانية والذوق، كان المفروض ان هو هيتحفظ عليه، لكن لما لقانا داخلين بشراسة وضغطين ضغط قوي وجامد ومش فارق معانا لا سلاح ولا اي حاجة، خدناه سابهولنا طلعنا، الناس كلها طبعا ده عمل بطولي، بصراحة ربنا الولد كان هيموت مننا، اعمل عليه كردون امني انا ومجموعتي، احنا تعبنا واحنا ذات نفسنا اتبهدلنا، بس بفضل ربنا سبحانه وتعالى قدرنا نأمنه. فجأة مجموعة خدته وودته عند البوابة بتاعة جنينة الحيوانات، أيوة المكان ده كده بالظبط، طلع على الدبابة يا دوب خد نفسه، بعد كده راح جاي نزلناه
مجموعة من الشرطة العسكرية وقادة من الجيش جم برضو، هم عايزين برضو يطمنوا على الولد، لكن للأسف الشديد في ناس متعصبة بعض الشيء فهموا غلط، فكروا انهم جايين ياخدوا الولد، فهم قالوا لهم لا يا جماعة احنا كمان عارفين حتى الراجل دون من التحرير وكده، فراحوا سايبين قلنا وماشي، بس انتوا كده هتبهدلوا الولد. خدته ودخلته عربية اسعاف، حطيت له اكسجين، اتصلنا بالدكتور صفوت حجازي جاب عربيته وجه مشكورا الراجل في وقت متأخر، ودي طبيعته طبعا ومش جديد على صفوت حجازي المواقف اللي زي دي، فخدنا ومشينا بالولد من المنطقة لان كان الزحام شديد عليه، كله عايز يتصور مع البطل، الجزيرة استضافته، قنوات كتير استضافته كتير، فاحنا كنا فعلا وصلنا لمرحلة ان احنا تعبنا، فخدنا ومشينا وقضينا وقت كويس معاه، وبصراحة ربنا الولد فوق المتواضع. يعني انت دايما دورك استاذ شريف، وانت دايما احنا متوقعين منك دايما كل الكلام ده، ومتشكرين جدا على اللقاء ده. الحمد لله وشكرا لك.